ايه اول مانشيت انت فاكر كتبته في الاهرام الرياضي؟ فاكر؟ انا فاكر احنا عملنا العدد زيرو يا كابتن مصطفى. اصل برضو قصه الاهرام الرياضي لها قصه يعني. احكي لي عليها. كنا في بيت الاستاذ ابراهيم نافع رحمه الله عليه في ابو تلات في اسكندريه. كان الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب وكابتن حسن مصطفى وانا مش فاكر مين تاني. وكان حسن المستكاوي ولا كان حسن لا يعني وكان ده اللي موجودين اعتقد يعني. الدكتور حسن مصطفى انت عارف دايما بيحب يهدي النفوس. يا سلام ده راجل شخصيه جميله. يعني انا فقعد هو بيهزر. قال له يعني يا استاذ ابراهيم يعني البيضه اللي عمال يتكلم في عليا يعني مش عارفين نعمل ميداليه رياضه في مصر. فالاستاذ ابراهيم قال له قول له. بيقول الكلام ده لل هو بيقوم عليا. خدت بالك؟ فالاستاذ ابراهيم قال له قول له. قلت له حضرتك عايز ميداليه؟ قال لي قلت له طب انا اسمح لي يعني انا هعمل. انا كان عندي من اللي شفته في الاهرام في الفترات اللي قبل في العشر سنين اللي قبليها ديت كل مشروع بيتعمل بتعمل ماكيتات ترسم ماكيت ليه يعني اي مشروع بتعمل مشروع ميداليه تعمل ماكيتات ميداليه بس الماكيتات عباره عن انك راسم وعامل خطوط وممكن تبقى لازق صور انما ماكيت في الاخر قلت له بعد اذن حضرتك انا هعمل عدد زيرو على طول. قال لي اعمل وانتهى الكلام خلاص اعمل ديت يبقى خلاص التعليم وصدرت موافقه بلغت انا كان المهندس تيمور الله رحمه الله اللي كان المدير بتاع كل تجهيزات الهندسيه في الاهرام ده وده كان شخصيه عظيمه جدا يعني. قلت له في كذا كذا قال لي خلاص. ابتديت اشتغل من غير ما حد يعرف بقى خالص ولميت المجموعه الاولانيه السبعه الاولانيين كان ناصر القفاص ومحمد سيف وانور عبد ربه وخالد تحفيظ الله يرحمه ياسر ايوب اظن دخل بعديها يعني كان مجموعه دي كده دخل وقعدنا نشتغل عملنا العدد زيرو. عدد زيرو طلع بعد ماتش مصر والجزيره. فاكر انت الصوره دي؟ ده عدد واحد ده اول عدد لا في عدد زيرو بقى ده اللي بكلمك على زيرو ده لان هو ده اللي عمل الفصل في المساله. يا خلني خلي بس الزيرو ما نزلش السوق لا ما نزلش بس هو ده ما هو ده لو انا عملت ماكيتات كان ممكن الميداليه دي ما طلعتش اهو زي ما انا شفت مشروعات كتيره اتعملت وما طلعتش بتتنسي اكيد انما فانا عملت العدد ده كان ماتش الجزائر الاولاني في الجزائر اللي في الجزائر اللي تقديم الجزائر. للماتش كان تقديم للماتش اللي لعبناه هناك اللي كسبنا هنا ودخلنا كاس العالم رحنا كاس العالم الكلام ده كان 89. فالاستاذ ابراهيم نافع فوق في يوم ان في 50 نسخه محطوطين اللي هم انا طلبت من مدير مطابع 50 نسخه مش اكتر وال50 يروحوا للاستاذ ابراهيم. كان اول نسخه عليها طاهر ابو زيد تقريبا ايوه ما هي دي النسخه اللي هي العدد زيرو ده العدد زيرو كان طاهر ابو زيد المهم فالاستاذ ابراهيم فاكرين تاريخك وكل حاجه هنجيبها لك لسه هتشوف حاجات ما شفتهاش قبل كده. فقلت لهم ايه ده طبعا البتاع ده مش فاكره الغلاف ده المهم فقالوا ايه ده قال له الاهرام الرياضي فطبعا انت في فرق يا كابتن عشان كده دايما اقول لاي حد ما تتكلمش لو عندك لو انت تقدر تنفذ اللي بتقوله ده في حاجه وعشان كده لما جت بطولات الاهرام انا قلت للاستاذ ابراهيم ان هنعمل كذا بس عملت يعني فاهم ازاي؟ زي تشبيها طبعا مع الفارق زي الرئيس سيسي ما بيقولكش انا هعمل كذا لا 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 يقول لك احنا عملنا والبلد بتتبني ايوه يعني ما يقولكش انا هعمل نفكر لا اصل لما تيجي انت بتعرض فكره يعني انت ما فيش الفكره مهما كانت حلوه خدت بالك مش هتبهر زي ما يكون في منتج قدامك بس ده اللي عايز اقوله دي حقيقة. فالعمل ده وظهر الاهرام الرياضي طبعا احنا طلعنا 3 يناير 90 مش فاكر اول مانشيت كتبته؟ لا والله مش فاكره والله. طب ما تنزل لنا يا سمير باول مانشيت هنزهق لا وكان في مانشيت طبعا قلب الدنيا ده كان اول ده العدد الاول ده أنا مكتوب عليه ايه ده استنى لا فانا مش شايف ده بسال اسال عودة سمير ده موسم الانتقالات لا الاستقالات فوق التاريخ العدد الاول مكتوب فوق عدد العدد الاول فوق 3 ديسمبر 1990 لا 3 يناير ولا 3 يناير مش شايفها من هنا لا ما 3 يناير ما تختبرش نظرك يا كابتن مصطفى مش عايزين هزار العظمة كبرت ده انا مش شايف الصورة اصلا العظمة كبرت انا مش شايف الشاشة فين اصلا الاعراب الرياضي تجربة يا كابتن مصطفى سريع جدا
حظي ان انا اشتغلت مع زملائي المجموعه دي، ان انا اشتغلت معاهم من 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 يعني من 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 اكفأ الناس اللي انا شفتهم واشتغلنا مع بعض. حظ يعني حظي ان انا كنت ان انا اعمل مع المجموعه دي كلها. الحقيقه احنا عملنا حاجات كتيره جدا في الاهرام الرياضي، بس كان عندنا خطر رسمي، لم يكن هناك غرض ولا مرض في اي حاجه بتتعمل. اكيد قولا واحدا يعني. انت فاكر اول مبلغ خدته في الاهرام؟ ليه الفضايح دي؟ لا مش انا اول مكافاه يعني. لا انا مش اقول يعني، انا ما هنا لما رجعت الاهرام انا كنت في الجيش بقبض 150 جنيه نقيب. طبعا بكتير. ال 150 جنيه ديت اشتروا دبابه ساعتها. ال 150 جنيه في السبعينات ديت انت ما تعرفش تصرفها طبعا. يعني ما تعرف تصرف ايه؟ هتوديها فين يعني؟ خدت بالك؟ اما جيت الاهرام اول مرتب اتاخدته في الاهرام واتعمل لي ديت، وكنت متجوز وعندي بنتي ماي، 45 جنيه. انت اتجوزت وانت في الجيش ولا لا في الجيش؟ لا بعد ما طلعت. بعد ما طلعت من الجيش خالص. 75 اخر 75. 75